تعد التوعية الأمنية إحدى ركائز العمل الأمني وهدفا أساسيا في منظومة السلامة العامة، ولذلك فإنها تمتد إلى مجالات أوسع وشرائح متعددة ومتنوعة داخل المجتمع، ومن بين هذه الشرائح طلبة المدارس. ضمن جهود مكثفة لتوفير الأجواء الآمنة خلال العام الدراسي الجديد بما يحفظ السلامة العامة، تأتي الحملة التوعوية التي أطلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بمناسبة العودة للمدارس بهدف رفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة السلامة العامة لدى الطلبة. تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في بداية كل عام دراسي حملتها اللي تخص العودة إلى المدارس. طبعا تشمل هذه الحملة توزيع المطويات والكتيبات التوعوية اللي يكون فيها إجراءات السلامة اللي منها الإخلاء وكيفية استخدام طفايات الحريق وأيضا كيفية التصرف في حال حدوث أي طارئ، وتشمل أيضا جميع الاشتراطات اللي تخص الحرم المدرسي، وبالنهاية نتمنى فصل دراسي آمن على جميع الطلبة إن شاء الله. دور اللي تقدمه إدارة العامة للدفاع المدني في الحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات بشكل عام في مملكة البحرين، وفي خدماتها المقدمة لمدارس مملكة البحرين بشكل خاص، واللي تتمثل في محاضرات التوعوية، الحملات التثقيفية، المشاركة في عمليات الإخلاق، وفي الأمور الأخرى الطارئة اللي تواجه المدرسة، واللي نلاحظ دائما في سرعة استجابة للإدارة العامة للدفاع المدني، وهذه دور يشكرون عليه، فنشكرهم ونشكرهم لتواجدهم اليوم معنا في استقبال الطلبة. تمثل هذه الحملة التوعوية جزءا من منظومة توعوية واسعة تتبناها وزارة الداخلية في مجالات عدة وتمتد لكافة شرائح المجتمع، باعتبار أن تعزيز السلامة العامة غاية نبيلة تتحقق في إطار الشراكة المجتمعية البناءة، ولذلك فإن دور أولياء الأمور يعتبر جزءا أصيلا في توصيل الرسائل التوعوية للطلبة بما يحقق الأهداف المرجوة. يسعدنا احنا دائما كأولياء أمور إن لما نشوف رجال الدفاع المدني متواجدين أمام المدارس أو أمام الأماكن التجارية أو ما شابه ذلك، يعطيهم اطمئنان أكثر ويوعيهم إلى السلامة المنزلية أو السلامة المدرسية أيضا. دائما في خدمتنا وفي خدمة المواطن والمقيم، فنشكرهم شكر جزيل على كل الجهود التي يبذلوها، وهم بصراحة يعني احنا من دونهم ما حياتنا بتكون في خطر دائما، وهم دائما المنقذ والمعين في الأزمات وفي الشدائد، والحمد لله وجودهم مطمئن لنا وللجميع. أقول لهم شكرا وأقدم كلمات شكري وكلمات ثناء ما توفيكم في حقكم، وشكرا للتضحية بحياتكم من أجل حياة بقية الناس، تضحية بصحتكم من أجل بقية الشعب، وشكرا من أجلكم. قدموا واجد حق الشعب، بارك الله فيهم، وبعد أنا يعني أنا أقدر جهودهم المعطاءة، وأنا يعني واجد مستانس، وإذا كفت إن شاء الله أنبصير أجل إطفائي. يبقى التأكيد على دور الوعي والمسؤولية المجتمعية في ترجمة رسائل التوعية إلى واقع وسلوك، الهدف الأخير للعملية التوعوية.